وأنت تدرى. ولكن في التدريب يجب أن تكون رحيما سيد أورال. الرحمة لا وجود لها في أي حرب. تتلقى طعن التغدر من سيوف أعدائك فجأة. إذا احتمي بصديق سيد أورال. قلت صديق؟ الإنسان يأتي عليه وقت لا يعرف فيه أخاه، وأنت أفضل من يعلم بهذا الأمر. سيدي أرطغرل، نحن جاهزات. بالإذن سيدي، سأرى التجهيزات. شكرا سيد علي. سمعت أن أسليهان أقحمت نفسها في مشكلة من أجلك، وقد أخبرتك بموضوع التجار وبأن والدها أبعدها عن المشغل. وهل أنت حزينة لأن أسليهان فقدت عملها، أم أنها قامت بإخبارنا عن موضوع التجار؟ لا سيدي، شكرا لها، قمنا ببيع السجاد بفضلها، لكن ليتك أخبرتني بالأمر، لكنت ذهبت وشكرتها بنفسي. إن كان هذا هو الأمر فسيكون لديكن وقت للحديث معا. شكرا لك، شكرا لك. هيا هيا، أين تذهب؟ تعال إلى هنا أيها الولد، تعال إلى هنا أقول لك أيها الصبي. ألا تخجل من ملاحقة طفلا صغيرا من أجل بعض الطعام؟ لم أكن أريد الطعام، بل كي أمسك ذلك اللص. والله لو إني لا أعرفك لكنت صدقت. ألم أقل لك بأن فمك القذر هذا سيجلب المشاكل؟ ماذا تفعل؟ تعال أيها الدب، تعال معي. تعال إلى هنا. اشتقت لك كثيرا. أهلا بأخي. أخي، ما الذي فعله بك؟ هل أصبحت من المتسولين؟ هذا الأمر يليق بك. أعجبني مظهرك، أخبرني، ربحت بعض الدراهم منه؟ لا يا أخي، لم يعد هناك رحمة. لم يدفعوا لي، بل ضربوني فقط. لكنك بخير، لقد أصبحت سمينا. أي سنة هذه؟ أنا نحيل، انظر أنت متوهم. في البارحة لم أكل سوى لقمتين لحسن الحظ بأن سيدنا باع السجاد. أعلم، أعلم يا أخي، لدي علم بكل شيء. وأنت ظننتني متسولا. لم تنقطع الأخبار بيني وبينك. أنا لا أصدق، لا أصدق ما أراه. ما شاء الله يا أخي، ما شاء الله. عندما يضيق صدري ويزيد الألم، أنا أيضاً أنظر إلى الأفق من النافذة. أحس بأن أحداً سيأتي على حصانه ويأخذني إلى مكان بعيد.
وكأنه أتى إلي خصيصا كي يبعدني عن همومي.